بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحب الكريم، متابعينا مشاهدينا الأعزاء، على بركة الله وتوفيقه ينطلق شوطنا 18 بتعداد أشواط منافسات هذا اليوم واستمرارية مسلسل الناموس الذي نتابعه مع منافسات سن الحقائق وهذه الحقائق المستمرة من مسافة 3 كيلومترات. لنتابع يا أبو سعد هذه المنافسات، والمركز الأول شعار خبير المضمرين، من يفتتح النداء والإذاعة مع المركز الأول ومع الصدارة والمقدمة. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتابع شاهين على المركز الأول لعبد الله بن محمد بن ناصر البريد المري مع أول المراكز ومع المقدمة. الثاني التحديات، نتابع انطلاقة المركز الثاني من بدأ يتسلل بهذه اللحظات، مزاح لحسين بن راشد بن حسين بن سعيد اليربوعي. والمركز الثالث نتابع ونشاهد على ثالث المراكز، انطلاقة مميزة من قبل أحد الأسماء الباز، المبارك مبخوت بن محمد الجربوع المري. والمركز الرابع شعار بوشريدة مع رياض لحمد بن هزاع بن حمد بوشريدة العذبة. والمركز الخامس من يحمل رقم 10 صوغان لحمد بن سالم أو حمد بن سعيد بن سالم بن لزيوح مع المركز الخامس. هذا النداء للأسماء الخمسة المتقدمة والمتواجدة، والعودة إلى المركز الأول لنتابع مزاح حسين بن راشد بن حسين بن سعيد الجربوعي يقدم لنا مزاح بن صرير مع الصدارة ومع المقدمة مع هذا المزح الخفيف والانطلاق مع المركز الأول. الثاني المراكز يتواجد بهذه اللحظات لينطلق مع المركز الثاني، مشهور لجبر بن جاسم الربيع الكواري، ينطلق شعاره لأول نداء منافسة مع الأسماء الخمسة المتقدمة. المركز الثالث يتواجد رياض حمد بن هزاع بن حمد بشريدة العذبة. والمركز الرابع يصل شعار الزعيري لينطلق شاهين علي بن بخيت بن هديب الجربوع المري. المركز الخامس شعار الدعية مع بارود، الله سلالتي بارود، سلالة بارود العريقة تنطلق بهذه اللحظات مع سعيد بن سالم بن سنيد الدعية. يتواجد شعار بن الدعية يداعي نحو الناموس، يطالب نحو التتويج، بدأ يخترق خارق الصوت لينطلق مع الأسماء المتقدمة. الله الله الله، بدأت الأسماء تشكل الخطر بهذه اللحظات، شعارات خطيرة تتواجد بهذه اللحظات، تنطلق مع الأسماء، تتواجد مع دائرة الأسماء الخمسة الخماسية الماسية. انطلق بارود، انطلق بارود كانطلاقة البواريد مع الصدارة والمقدمة. سعيد بن سالم بن سعيد الدعية المركز الثاني يتواجد بهذه اللحظات وينطلق مشهور، يبحث عن الشهرة، مشهور يبحث عن الشهرة، وجبر بن جاسم الربيع بن عيسى الكواري، ولكن أبناء المملكة العربية السعودية ينطلقون معهم لول عبد الله بن غضيب بن عبد الله بن سلطان بن شاهين العواني. ينطلق شعاره إلى المركز الأول، إلى الصدارة. الله يا ماجد، هذا هو المجد يا ماجد، مع انطلاقة المركز الأول، مع تواجد هملول من بدأ يصول ويجول، مع الصدارة، مع المقدمة، مع الانطلاق، مع المباعدة، مع الانطلاق والانفرادة نحو خط النهاية مباعد ما بينه وما بين الأسماء. إذا نهني أبناء ميدان الجزيرة، نهني أبناء المملكة العربية السعودية على فوز هملول، من حظى بناموس هذا الشوط، شوطنا 18، دونوا باسم هملول، سجلوا باسم عبد الله بن غضيب العواني المركز الثاني. ثاني المراكز وصل منصور لحمد بن محمد الهتيلي المري المركز الثالث، كان الوصول من قبل بارود لسعيد بن سالم بن سند الدعية المركز الرابع، وصل البصير مبارك بن محمد البريد الهاجري خامسا،
كان الوصول من قبل مزاح لعمر بن سليمان بن سلام الفايد الجني. إذن نعود إلى مجريات هذا الشوط الذي انقضى قبل قليل لنتابع التوقيت الزمني 4:43 20 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمالك هملول عبد الله بن قضيب بن عبد الله بن سلطان بن شهيد العوامي. المركز الثاني وصل على ثاني المراكز منصور. توقيت الزمني 4:47 72 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لحمد بن محمد الهتيري المري. المركز الثالث وصل بارود 4:47 94 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لسعيد بن سالم بن سندي.